قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي السلام عليكم. ليش في تكرار كتير كبير بالقرآن لدرجة أن المشكك بيجي بيقول القرآن نصه تكرار وحشو؟ يعني لو شلنا التكرار وشلناه هيك على بعضه ضل في عندك آخر شيء بيطلع لك 10-15 صفحة كلهم على بعضهم، فليش كم كبرين القصة وقرآن وعظيم ومش عارف إيش كله تكرار؟ بتعرف ليش؟ فوت علي. أفي القرآن شر؟ بداية لازم تعرف أن التكرار بالقرآن نوعين، نوع باللفظ والمعنى، يعني بيجي تكرار نفس الكلمة أو نفس الجملة أو نفس العبارة أو نفس السطر كامل زي ما هو، هذا باللفظ والمعنى. زي رب العالمين قال هيهات هيهات لما توعدون، كلمة هيهات اتكررت مرتين، يعني تلاقي نفس الكلمة هون ورجعت انعادت مرة تانية، ومرات بتكون آية كاملة تكررت مثل قوله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أكثر من 30 مرة تكررت بسورة الرحمن، ولربما جزء من آية تكرر بعدة مرات. طيب مثلا إن الله سميع بصير موجودة بالقرآن بمحلات كثيرة، هذا اللي بيكون تكرار باللفظ والمعنى، نفس اللفظ ونفس المعنى. في نوع تاني بيجي تكرار بالمعنى زي القصص، بتلاقي قصة موسى عليه السلام موجودة بسورة البقرة، موجودة بسورة الأعراف، موجودة بكذا بكذا موضع، بس فيها بعض الاختلافات. طيب شو الفائدة أو هل في فائدة من هالتكرار؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ليس في القرآن تكرار محض، إنه والله تكرار عشان التكرار، بل لابد من فائدة في كل تكرار، كل تكرار فيه فائدة. من الفوائد التكرار ما تكرر تقرر، فنحن بنكرر الشغلة عشان تتقرر بالنفوس. يعني مثلا على سبيل المثال فبأي آلاء ربكما تكذبان، السورة عن شو عم تحكي؟ عم تحكي عن نعم رب العالمين، وأساسا من السنن المهجورة لما الواحد يقرأ سورة الرحمن بعد كل مرة بيسمع فبأي آلاء ربكما تكذبان يقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، فواحد قاعد عم يتذكر النعم نعمة نعمة. هل النعم اللي مذكورة بسورة الرحمن كل بتشبه بعض؟ لا، ولا واحدة فيهم بتشبه الثاني، سواء النعم اللي بالدنيا اللي رب العالمين أنعم علينا اللي بأول السورة، ولا النعم اللي رب العالمين دخلنا إياها في الآخرة، ولا النجاة من العذاب، ولا ما أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، كل واحدة نعمة لحالها. فرب العالمين عم يذكرنا بهالنعمة، فأنت تذكرت للنعمة إيه تذكرت، ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. فما تكرر تقرر، القصة لما تتكرر كذا مرة عندك خلاص صرت انت صرت عارف قصة موسى عليه السلام، صرت عارف قصة نوح عليه السلام، صرت عارف قصة لوط عليه السلام. ليه؟ عشان رب العالمين كررها عليك وكرر فيها معها كلمات التوحيد وكلمات التعلق بالله سبحانه وتعالى. ورغم هالتكرار احيانا الانسان لما يوقع بأزمة او يوقع بمصيبة او يوقع بشيء يغيب عن حاله حال الانبياء وما اعده الله سبحانه وتعالى لهم وكيف ايدهم ونصرهم، على الوهل الاولى لما يوقع بضيق بينسى، بيرجع بعدين يتذكر قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فما تكرر تقرر، أول فائدة للتكرار التقرير بالقلوب. أفي القرآن شر؟ تاني فائدة هي التأكيد والتوكيد المعروف باللغة، تلاقي الواحد قاعد عم بكرر الكلمة لحتى يأكد لك إياها. أنت مثلا قاعد أستاذ عم بشرح لتلاميذه فهمته؟ قالوا له إيه، بيرجع بكرر مرة تانية تأكيدا فهمته؟ بقولوا له ايه. فالتكرار للتوكيد يعني لتأكيد المعنى. ثالث فائدة للتكرار يلي هي التنبيه، لما الواحد ينبه مثلا يلي هي احرف النداء يلي هي بتجي للتنبيه، مثل وقال الذي آمن يا قومي اتبعوا سبيل النجاة، يا قومي مرة تانية، هاي يا قومي او بتلاقيها يا بالقرآن، هاي اسمه حرف نداء وتنبيه، يعني بنبه الشخص بخليه يركز اكثر. فالتكرار بيكون بكثير من الحالات للتنبيه. ومن الفوائد يقول العلماء اذا طال الكلام وخشي ان ينسي بعضه بعضا، تمام، الاخير ينسيك الاول، شو بتعمل؟ لربما تكرر العبارة لحتى تضلك متذكرها، مثل قوله سبحانه وتعالى ثم إن ربك، لاحظ كلمة إن ربك، للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعدها وأصلحوا إن ربك مرة تانية تكررت. ليش؟ لحتى هالفاصل ما ينسيك الربط بأول الجملة، رب العالمين كررها لحتى تضل براسنا.
أفي القرآن شيء. ومن فوائد التكرار التهويل والتعظيم. شوف مثلا أنت الحاقة، ما الحاقة، عم بتهولها. القارعة، ما القارعة. التكرار هون معروف هذا للتهويل. يعني أنت لو لما بدك تيجي تحكي مع واحد بتقول له شفت شو صار، شو يا تعرف شو صار، يعني شو آخ لو تعرف شو يا عم عرفت. طب هاي التكرار مش إنه ما بيجي بلا فائدة، فائدته التهويل، صار الموضوع عندك أصعب من الأول. أنت عم تحكي مع واحد بتقول له يا ويلك يا ويلك مرة تانية، خلاص هيك هولت من الموضوع أكتر لأنك أنت كررت. فالتكرار من فائدته إيش؟ التهويل. طيب الآيات يلي هي أساسا هي نفسها مرة تانية انعادت 100% وما طب وما ظهر لنا 100% نحن الفائدة. هاي الفائدة أنا أعطيك إياها، ولا ينبئك مثل خبير. هاي فائدة مما فتح الله سبحانه وتعالى بها علي، ولا تكاد تجدها عند أحد غير العبد الفقير. وذلك أنني لما كنت أدرس الماركتينج، عم بدرس التسويق، كنت أنوي وأنا أدرس التسويق أن يستخدمني الله سبحانه وتعالى لنصرة الدين من خلال التسويق، أنه رب العالمين يستخدمني بالعلم المدني أنه أنصر هالدين. فسبحان الله أنا عم بطلع على الفوائد، رب العالمين ألهمني شيء بالتسويق لفائدة التكرار. رب العالمين لما عم بكرر لنا بالقرآن هو بده يوصلنا معاني معينة. بعلم التسويق شو بقول لك؟ عدة نقط حتى تفهم الموضوع. أول شيء بقول لك أنت لما بدك تعرض منتج على شخص أو فكرة على شخص أو واحد مقدم على الانتخابات، من الصعب أن يقتنع من أول مرة، فلا بد أن تكرر عليه العرض مرة واثنان وثلاثة. بموضوع الشراء أنت بدك تكرر نفس الإعلان 3 مرات وأربع مرات لحتى يقتنع. فهالتكرار لحتى يقتنع الشخص ويصير في عنده شيء وفكرة ثابتة من كثرة التكرار تخليه يقتنع بكلام الشخص المتحدث، إما فكرة أو منتج أو خدمة. فرب العالمين لما يكرر الكلام بالقرآن عم بكرره علينا لحتى يتقرر ويصير في عندنا قناعة تامة فيه. هي أول نقطة. أفي القرآن شيء. اثنين، بدنا نشوف شو الهدف من هذا الكلام. نرجع لموضوع التسويق. أنت عندك صورة أو فيديو، نفس الفيديو إذا لما بدك تفوت على الفيسبوك أو بدك تفوت على الانستغرام أو بدك تفوت على اليوتيوب بدك تنشر هالفيديو. قبل ما تنشره بيجي الفيسبوك بقول لك أنت شو الهدف من هالفيديو. هو نفس الفيديو أو هي نفس الصورة. ممكن تقول له أنا الهدف عندي بدي أزيد التفاعل، بدي الناس تتفاعل مع هالفيديو. ممكن تقول له لا أنا ما بدي الناس تتفاعل وتحط له لايكات، آخر همي أنا بدي أبيع. الرابع بقول لك لا أنا بس هدفي قيمي، بدي الناس تيجي تتوعى على خطورة التدخين، ما بدي أكتر من هيك. فهو الأربع أهداف مختلفة عن بعض. لربما نفس الصورة تنزلها على الفيسبوك بنفس الصورة، إلا ربما تغير أحيانا بعض الكلمات، بس لأربع أهداف مختلفة. أنت مرة بتنزل الصورة هدفك البيع، مرة بتنزل الصورة هدفك الوعي، مرة بتنزل الصورة هدفك التفاعل، كل مرة هدف شكل وهي نفس الصورة. نفس الشيء ولله المثل الأعلى. لربما أساق القصة أو لربما تكرر الآية وهدفه تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. موضع آخر ساق نفس الآية وهدفه الرد على المشركين. موضع ثالث هدفه تثبيت الصحابة. موضع رابع هدف سياق هذه الآية هي موضع بياني وإعجازي. فأنت بدك تشوف شو هدف التكرار، ليش رب العالمين كرر، ما الهدف من هذا التكرار. ولو كان نفس طلعنا نفس الآيتين، بس هون الهدف أن الناس يتقوا رب العالمين مع بعض بالتعاملات. يعني أن رب العالمين لما ختم الآية هاي وكان الله سميعا بصيرا، والآية اللي بعدها بصفحة كمان وكان الله سميعا بصيرا، بس الهدف وراء أول مرة أن التعاملات نحن مع بعضنا. لما أنا تعاملي مع زوجتي بدي أنا أتقي رب العالمين فيها، أما بآخر هالآية بدي أتقي رب العالمين بحق نفسي. هون بدي أتقي رب العالمين بحقها، هون بدي أتقي رب العالمين بحق نفسي، ولربما موضع ثالث بدي أتقي بحق رب العالمين بحق الله سبحانه وتعالى. فالرسالة الأولى فيما بيني وبين الله، والثانية فيما بيني وبين الناس، والثالثة فيما بيني وبين نفسي. نفس الآية تكررت بس كل واحدة إلى هدف معين. بس حكينا ماركتينج، هاي بس لتقريب الصورة ولله المثل الأعلى. أفي القرآن شيء. الحلقة الجاية بإذن الله حنتكلم عن موضوع الحدود بالقرآن. هل ممكن هالحدود تكون عادلة؟ واحد سرق له 100 دولار تنقطع إيده يلي هي أساسا تسوى آلاف الدولارات، هل هذا شيء عادل؟ واحد غلط الشيطان وزه رجل أو امرأة
يقتل إذا كان متزوج. واحد دخل بالدين وما عجبه بطل يقتل ردة. كل هالأشياء مذكورة بالقرآن. معقولها القرآن من عند الله وفيه هالكلام؟ حلقة جاي بإذن الله سبحانه وتعالى. فتابعونا، ما تنسوا تعليق على هالفيديو، لايك، اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم، فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم. عز هو للأبناء، فخر هو للآباء. سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي.